والسبيقة نشوف تيفينا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من تطوان مع معتكف. أهلا وسهلا ومرحبا، هذه الأجواء الليلية ديال تطوان، مرحبا بكم معنا في هذه الدردشة الليلية مع الحباب، مع كل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. طبعا جرات العادة كنناقشوا مجموعة ديال المواضيع طبعا اللي كتهم المواطن في الأمور اللي كتهمه بالدرجة الأولى، ولكن في السنوات الأخيرة أولا في هذه الجائحة بالدرجة الأولى بقينا كنشوفوا بعض الأمور اللي بزاف ديال الناس طبعا تيستنكروا هذا التصرف، وبغينا آراءكم وتعليقاتكم واش مع أو لا ضد. مباشرة من تطوان مع معتكف، شنو رأيكم في الجمعيات اللي كتوزع الملابس على الفقراء وكيصوروهم، وخصوصا على الفقراء وكيصوروا الاطفال الصغار؟ عفوا، اذا مباشره من تطوان مع معتكف، شنو رايكم في الجمعيات اللي كتوزع الملابس على الفقراء وكيصوروا الاطفال الصغار؟ حنا كنعرفوا ان تصوير الاطفال القاصرين يمنع منعا باتا، تكون مؤسسه صحفيه اعلاميه جمعويه اي واحد يمنع منعا باتا التقاط صور القاصرين بالدرجه الاولى، وكنسطر على هاد القاصرين. كنشوفوا بعض الاشخاص، اشخاص ذاتيين او جمعيات او نقابات او مؤسسات، للاسف كاين اللي كيدير الخير بين قوسين، كنسطر على هذا الخير بين قوسين، وتيلتقط صور وتيتباهى. كاين اللي كيلتقط صور من اجل التقرير المالي والادبي ديال المؤسسه اللي كينتمي ليها الجمعيه، كتبقى في خصوص ضبط الامور، لان مثلا شي واحد عطى شي مجموعه ديال الملابس او شي رقم مالي اللي غيتحاسب عليه او اللي خصو طبعا الجستيفا في يعني يتم ضبطه، تياخذ صور وتحتفظ بهم مثلا المؤسسه ديالو. ولكن للاسف مؤخرا بقينا كنشوفوا كل من هب ودب تيصور خاصه الاطفال الصغار، الاطفال الصغار اللي هذه مساله خطيره وخطيره بزاف وعندها تاثير ديالها على المدى البعيد، وهنا غادي نناقشوا متابعينا التاثير ديالها. شنو هو التاثير ديالها على المدى البعيد؟ وان هذا الشخص او هذا المذكر او المؤنث اللي التقطوا هذه الصور من هاد الاطفال القاصرين، هذوك الاطفال غدا غادي يكبروا، عندهم عادي يكبروا يكونوا اسره، يديروا وليداتهم، يمكن لهم يشتغلوا في مؤسسات ديال الدوله، ممكن يعني ماشي بالضروره ديال الدوله، ولكن ممكن يدير محل ديالو، عايكبر عايكون اسره. هذيك الصوره ديالو في ديك الفتره ديال الفقر اللي كانت كتعيشها الاسره ديالو، والتقطتي وعطيتيه انت مثلا صباط ولا كبوط ولا سروال ولا تيشيرت، وهنا كنستحضر واحد المسؤوله ولا داعيا ديك الاسم ديالها اللي مشات لواحد المنطقه نائيه وصوره دري صغير كتعطيها اعتقيد يا كنت شي حاجه هكا، اما شي مهم شي علبه ديال شي حلوه ولا شي حاجه مابقيتش عاقل بالدرجه الاولى، كانت دارت بوم في الفيس وانتقدوها مجموعه ديال الناس ووسائل الاعلام كذلك وكذا. اذا شنو رايكم متابعينا انتم في الجمعيات اللي كتوزع الملابس على الفقراء او المجموعات او اشخاص ذاتيين او مؤسسات؟ شنو رايكم في الجمعيات اللي كتوزع الملابس على الفقراء وكيصوروا الاطفال الصغار؟ طبعا هذه القضيه ديال تصوير الاطفال هي في الحقيقه راه يعاقب عليها القانون، ما يمنع منعا باتا التقاط صور الاطفال الصغار، هذه مساله مفروغ منها في العالم. ولكن للاسف كنشوفوا في المواقع الاجتماعيه الان ان بعض الناس كتباها وكتنشر صور ديال الناس بدون الموافقه ديالهم، وهذا هو الخطير، هذا هو الخطير. طبعا متسبين هذا الموضوع اللي ما غادي يعجبش بعض الناس، لان غادي يعتبروا ان اللايف او هذا الموضوع تيضربهم في القلب او في الصميم، ولكن الواقع هو هذا. لان غتقول لي انا ماشي او لا ماشي ندير حمله في منطقه قرويه ولا في وسط المدينه ولا في خيريه ولا في جهه معينه، اوكي مرحبا والف مرحبا، ولكن باش تلتقط صور وتطيحهم في الموقع ديالك او في المجموعه ديالك او في الفيس ديالك الخاص مع اطفال قاصرين بوجه مكشوف، خطيره هذه العمليه، هذه العملية خطيرة وخطيرة بزاف، وفي الحقيقة ما عاد يمنع منعا باتا، لأن لا قدر الله هنا ممكن تدخل شي جهة معينة إكس ولا إيكغيك، تدخل طرف حماية الطفولة وترفع دعوة ضد هذه الجمعية ولا ضد هذه المجموعة ولا ضد هذه الأشخاص، كن على يقين عاد تكون المتابعة القضائية وعاد تكون الأمور لم تكن في الحسبان. إذا متابعينا طبعا هذا نداء من كل المغاربة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، أي واحد باغي يدير هذه ضد الله يدير الأجر، هي الحاجة مستورة ما فيهاش نقاش، أحسن حاجة. كاين ناس اللي حنا مؤخرا في شوف تيفي في واحد المدينة أعتقد مكناس إذا ما خانتنيش الذاكرة، شباب وجمعية جمعوا مجموعة ديال الملابس
ومعدات المواد الغذائيه اللي غادي يهزوها في مناطق نائيه على هاد الناس، صوروا في المحل ديالهم او في المقر ديالهم كيفاش الترتيبات، كيفاش يرتبوا ديك الملابس، داكشي مؤدب، داكشي منظم، داكشي مزيان، وعطاو تصريح للقناه وما انتقلوش لعين المكان، دوك ياخذوا صور بوجه مكشوف ديال الناس، لان هنا كتسيء في الحقيقه هذاك الشخص. كتلقى الاخر ماشي يعطي دجاجة ولا كيلو د اللحام ولا تقاشر ولا كبوط ولا سروال ولا اللي عط الله ولا لي بوط ولا شي حاجه، وتيصور هاد الناس شوفوني انا كنوزع، راه ما عندها حتى شي معنى. هنا ملي كتصور الاشخاص في وجههم بشكل مباشر، فرضا ان مجموعه ديال الناس اسماء وازنه في عالم الفن ولا في عالم السياسه ولا في عالم الرياضه ولا الجمعوي ولا كذا، ممكن تاخذ هذه الصور وتبين، ولكن من الخلف بعد ليماج او الفيزاج ديال عفوا ديال هذا الشخص ما يبانش، ولا كنهضر على الناس الكبار. اما القصيرين يمنع منعا باتا انك تصوروا بعد في وجهه. احيانا كيكون الروبورتاج كتشوفوه ان تيبانوا علي الدين من تحت، يعني الانسان تيتسلم ديك البركه اللي عطاها اخر في سبيل الله، ولكن ما كتبينلوش وجهه، لان ممنوع منعا باتا وحفاظا على الواجه ديال داك السيد هذاك او داك الطفل. حنا نرى الاطفال الدرجه الاولى، الاطفال الصغار القاصرين. لماذا؟ لان داك الطفل القاصر او داك الطفله غدا عتكبر، يمكن لها طبعا عتجوج، دير اسره، دير الزوج ديالها وليداتها، دوك الصور كيبقاو للارشيف في التاريخ. راه انتم كتعقلوا على الصور ديال الحرب العالميه الاولى والثانيه، شحال من عام هذه. اذا المتسبين طبعا هذا الشيء تاسف، ما بغيناش نكرسوا هذه الثقافه هذه، بغينا نديروا اليد في اليد وتوصل رساله لكل واحد اللي يدير هذا العمل الخيري. هو الاجر الحقيقه كل ما كان مستور كل ما مزيان، ولكن ما فيها باس اذا باغي تروج المنتوج الخيري اعلاميا، دائما هذا بين الشروط الاساسيه ان حفاظا على ماء الوجه ديال ذاك الشخص كان كبير او صغير، كنهضر على الكبير المسن يعني او راشد او الاطفال القاصرين. اذا متابعينا شنو رايكم في هذا الموضوع اللي اخترنا اليوم؟ وطبعا الكل تيلاحظ عبر الشبكه العنكبوتيه ان عدد كبير ديال الجمعيات فئات مختلفه نساء رجال، كاين اللي عزيز عليهم برستيج والتمثيل والمسرحيه وما اكثرهم، وكاين اللي عزيز عليه الحسنات. وكنعرف ناس يعني بصراحه في تطوان مثلا كتخسر مالها الخاص، يعني اموال كبيره، كاين اللي تيوكل الحيوانات، كاين اللي تيختم الاطفال، كاين اللي تيساهم مع الاطفال المتخلى عنهم، يعني خوتي تيمشي للمستشفى الاقليمي وتيدي لي كوش ويدي الحليب وكذا، وما كيتعرفش حتى شكون، كيقول لك لا واحد المحسن جابه وشكون ما نعرف. هنا كنستحضر واحد الحاله كنت صورتها ديال الاربعه ديال البنات ما تيشوفوش في مدينه تطوان، وكان واحد المقاول ابن مدينه تطوان كذلك، انه كان دار يد الله مع الاربعه ديال البنات، عطاهم دار مفروشه وتكلف لهم بالحانوت يعني من ناحيه الماكله ديالهم والصيدليه، لان واحد الاخت ديالهم كانت مريضه. ولكن للاسف كانت واحد الزوجه الاخ ديالهم دخلت على الخط بعد ما كانت شوف تي في، دارت مباشر وجاب الله التيسير، يعني مجموعه ديال المواطنين والمحسنين بداو تيدعموا هذه الفتيات. خرجت هذه الزوجه الاخ كتقول لا، بعد ما اتصل بيا شخصيا هذاك الرجل هذاك المقاول ورجل المال والاعمال هنا في تطوان، وسولني قال لي زعما انا بغيت نتاكد واش بالفعل الحاله ديال الناس هادو، قلت له بالفعل الناس زعما الله يحسن العوان وكذا، واتصل بهم بالهاتف وانا معاه وقال لهم انا شفت الروبورتاج وشوف تي في شنو المطلوب. المهم هما كانوا في واحد الحي شعبي اللي هذيك سميتو كذلك، فين ساكنين وفين وقع لهم شي مشكل اسري، ومشاو سكنوا في واحد الحي شعبي اخر في واحد الدار ارضيه خاويه ما فيها لا فراش لا والو، وعطاهم دار مفروشه كلشي ديالها في مدينه مرتين، وتكلف لهم بالحانوت يعني المسائل ديالهم عند البقال وحتى الصيدليه. بعد ما جاب الله التيسير طبعا بغينا نبينوا الراي العام حنا في شوف تي في انه مازال الخير في البلاد وكاين الناس، ولكن ما نقولوش شكون هو هذا المقاول او شكون هو هذا المحسن، غنهضروا على واحد المحسن اكس. هذيك الزوجه الاخ ديالهم عفوا رفضت، قالت لك لا ما خصناش التصوير وكذا. من بقينا كنبحثوا علاش وكيفاش، لان هذوك البنات ما كيشوفوش، وهذيك الزوجه ديال الاخ ديالها كتشوف وخاهم حتى هو تيشوف، بغاو يخليو المواطنين بقره حلوب
لان اذا خرج ديك الفيديو شوف تي في عتبان الدار مفرشه والسيد اش نعطاهم واش نعطاهم، ربما بعض المحسنين يعلو يدهم يقولوا صافي عاو كاين ناس اخرين ضرين اكثر، هادو استفدوا من الدار ومن الحانوت ومن الصيدليه وكذا، نشوفوا ناس ضعفاء اخرين. هاد الزوجه ديال الاخ دخلت تصرف للاسف ما يمكنش نقول التصرف كيفاش غنوصفها، ولكن كل واحد يخلص الله، رفضت التصوير ملي درنا المباشر الاول والفيديو الاول بانهم كيتشكاو كيتالموا وخصهم شكون يعاونهم مزيان. الساعه اللي جا الله التيسير بغينا نبينوا للناس بان راه شنو اللي كاين وشنو كاين، قالت لك لا. علاش لا؟ باش يبقاو الناس المحسنين اللي شافوا ديك اللايف الاول وديك الروبورتاج الاول واخا غيكون داز عليه الوقت ويمكن له يتبارطاجا وكانت بارطاجا بزاف، يبقاو يساهموا باش حتى هي تستافد. شوف الناس كيفاش كتحسبها. على العموم كل واحد كل واحد كما تنقولوا يتحمل مسؤوليته. نرجعوا للموضوع ديال التصوير متصبعين، كما قلت كاين ناس كدير الخير ومعروفه عليها بالخير وما كيعرفها حتى شي واحد، ولكن مؤخرا هذه الثقافه ديال شوفوني انا كنعطي سروال ولا كنعطي كبوط وعاد لي بوز بحال اللي دايرين الديفيلي، كتلقى حتى مجموعه ديال الصور الفريق اللي شرف على هذه العمليه خاصه اللي كان فيه الخليط المذكر المؤنث، كتلقى كل وحده شنو من بوز دايره بحال اللي طالعه فوق بوديوم في الديفيلي، وهذا ما يؤسف في الحقيقه في النفوس ديال كل واحد رأفة بهاد الأطفال المتسبعين. بغيناكم كل واحد يساهم في التوعية في المحيط ديالو الجمعوي الأسري الشخصي العائلي، لأن هاد الظاهرة وخاصة ديال التقاط الصور ديال الأطفال القاصرين وتيتبارطاج هادشي في الفيس، رأفة بديك الطفل أو ديك الطفلة، هذيك الطفلة غدا عتكبر وعاد تجوج ودير وليداتها وممكن تفاجأ بديك الصورة ديالها وهي مع الزوج ديالها ومع وليداتها، وشوفوا شنو التأثير النفسي اللي ممكن تحدث وتخلق هذه الصورة. الأطفال القاصرين بالدرجة الأولى يمنع من عن بتة، حتى الناس الكبار أو المسنين أو البالغين طبعا الناس غتعطيه شي بركة إذا كانوا حاضرين وسائل الإعلام دائما من الخلف ما تبينلوش وجهه كاين ناس كيقول لك لا الدنيا هانية، إذا كان هو كيقول هو الدنيا هانية راه الدنيا هانية بحق. كاين ناس مساكن في ديك الفرحة ديك الشيء اللي كتعطيهم راه ما قبح الله الفقر، تيبقى ملهي مع ديك القفة اللي يعطي اللي ما يجي وخصو حقه يوصل. وهنا كنستحضر واحد الكارثة اللي كانت وقعت في شي مدينة في شي ضاحية في شي ضواحي ديال شي إقليم، كانوا جاو يوزعوا شي قفاف وكان وقع شي تدافع وكانوا ماتوا الناس في شي منطقة. على العموم اللي عاقل يفكرنا معاه مشكورا في هذا التعليق شي تعليق. اذا هذا الموضوع متسبعينا طبعا ما عجبش بزاف ديال الناس، وكنعرف ان بزاف ديال الناس اللي سبق اليوم التقطوا صور وبارطاجوها في المواقع ديالهم وفي الحسابات ديالهم الخاصه او الجمعيه او المجموعه، وهذا الشيء خصو يوقف. لماذا؟ رأفة بهاد الاطفال. نتمنوا بالفعل ما نبقاوش نشوفوا مثل هذه الحالات، لان فريمون هذا الشيء تيأسف وتيكرس واحد الثقافه كما قلت خطيرة وخطيرة بزاف، لأن هذا الشيء صعيب وصعيب بزاف. دائما المتسبعين كنشوف طيف احنا معكم في هذه الدردشة عبر الشوارع الحمراء البيضاء ديال الأجواء الليلية ديال تطوان. شنو رأيكم في هاد الناس بالفعل اللي كدير الخير؟ مرحبا وكنشدوا عليه يدهم بحرارة، ولكن اللي تيضرب ديك الخير في الزيرو كما تنقولوا هو ملي كتاخذ صور من أجل النشر ديالها بدون موافقة ديال الناس، وخاصة الأطفال القاصرين كتصورهم بوجه مكشوف، صعيب وصعيب بزاف. وهنا كنستحضر ما بقيتش عاقل واش برلمانيه ولا شي رئيسه جمعيه ولا شي هيئه ولا شي حاجه، وكتمشات وشوفوني انا كنعطي واحد شي حلوه ولا شي حاجه ديال الدرهم ولا جوج ديال الدراهم على تقدير، وهذاك الطفل وهذيك الطفله البريئه مسكينه بواحد الصنداره ديال الميكا وواحد الحاله ديال الفقر والبؤس لا حول ولا قوه الا بالله، والسيده اخرى دايره انا قلت لك ديفيلي تتاخذ صوره شوفوني انا تنعطي العطي الله، ولكن مزيد من الحيطه والحذر في هذا الشيء، لان فريمون هذا الشيء تيأسف هذا الشيء تيألم. عاد تاخذ شوف راه الناس اللي كدير كاين ناس راه كدير الخير. الناس هنا كنستحضر واحد غتكون واحد الفيديو ربما تكون شفتوه اعتقد في كندا اذا ما خانتنيش الذاكره، ولا السويد كندا ولا السويد، باش ما يحرجوش
هذوك الناس ديال اللي ما عندهمش ماوى وديك المتشردين كيجيو كينزلوا الحوايج في الشارع وكاتبين اذا ما عندكش ما تلبس بغيتي تاخذ شي حاجه اللي قدك خدها. كاين الناس كتجي من واحد الطريق وكتنزل الميكات ديال الماكله الخبز الحليب الديسير المهم وسائل ديال التغذيه باش ما كتحرش باش ما كيبقاش احراج من هذاك الشخص هذاك المواطن مسكين المغرب على امره اللي هو اجنبي كنهضر انا على هذه النقطه ديال بعض الدول وتياخذها وتيمشي. حنا لا هنا غادي نوزعوا الحوايج ولا نوزعوا الصبابط ولا نوزعوا الحليب ولا نوزعوا الخبز كل شيء كما قلت لك كل شيء تيصور وكل شيء كي بحال انت في الديفيلي بحال اللي كاين واحد عرض الازياء وما يمكنش رأفة بهذيك الاطفال الصغار بهذيك القاصرين انسان يشوف البعد يفكر البعد لماذا لان هذه الامور هذه عندها التداعيات ديالها كبيره وخطيره وخاصه في نفوس هاد الناس اللي ما فحالهمش مساكن الله يحسن العوان. مزيان الانسان يدير اليد في اليد كما شفتوا مجموعه ديال الشباب في مجموعه ديال المناطق اللي مشاو المناطق القرويه مشكورين. كاين الناس اللي صورت من اجل البريستيج وكاين اللي صورت من اجل التوثيق ولكن ماشي النشر. فرق بين انك تصور من اجل التوثيق لان كاين ناس محسنين عطاو فلوس كاين اللي عطى ملابس كاين اللي عطى اغطيه كاين اللي عطى شيكات كاين اللي عطى كذا تيوثقوا هذا الشيء باش كيجي السيفي للناس اللي عطاو. وكاين اخر كيقول لك لا شوف انا عطيتها ما حتاش تقول لي ولا انا وهبت لله ما تجيب لي لا تصاور ولا اعطيني توصيل ولا تعطيني شي حاجه انا هذا المبلغ في سبيل الله ثقتي فيكم مزيان. ولكن دابا السؤال واش كاين الناس ديال الثقه؟ هذا هو السؤال. السؤال واش كاين الناس ديال الثقه؟ هنا تنستحضر واحد الجمعيه اسلاميه في تطوان اللي كانت تعتقل الرئيس ديالها وجوج ديال الاشخاص هي تعاني بشؤون الايتام كانوا اختلاسات بالجمله. كاين اصداء تتحدث عن سيده عندها شي جمعيه تا هي عندها شي علاقه بالايتام وشي مدرسه خاصه وشي امور فيها شي فلوس وشي تخربيق على العموم غادي نفتحوا هذا الملف وغادي نتابعوه اذا بانت لنا شي معطيات دقيقه كيفاش نفجروا هذا الملف راه غادي نفجروه لان كاين ناس داروا الفلوس ناس داروا الفلوس مورا اليتامى وهذا الشيء ما يمكنش نسكتوا عليه هذا الشيء ما يمكنش نسكتوا عليه لانه الصمت راه تواطؤ ما يمكنش نسكتوا على هذه الفضائح بهذا الشكل بحال هكا. وكاين ناس اللي كتوجه رسائل من يا اما عبر شوف تي في يا اما في المواقع الخاصه ديالها يا اما في الفيسبوك كتكون كتوجه رسائل للناس لان اما شي سيده عندها شي ولد مريض ولا شي بنت مريضه ولا شي اعاقه ذهنيه ولا حركيه وبعض المرات شنو تيوقع؟ كتلقى مثلا عندي حاله وغادي نهضر عليها متتبعينا عند واحد الام عندها ولد عنده اعاقه ذهنيه السن ديالو اعتقد بين 7 سنين 8 سنين 9 سنين في هذه الارقام جاو عندها شي ناس شي مجموعه فيسبوكيه وجابوا لها بعض الامور ربما ديال التغذيه طحين زيت سكر وكذا وهاد السيده هذه هاد الام هذه عندها هاد الولد تيعاني يعني خصو ليكوش وخصو بزاف ديال الحوايج كتقول لك انا ما كنعجنش وانا هاد الزيت بزاف وهاد الطحين بزاف ما زعما من الافضل تعطى للناس اللي عندهم الاطفال بزاف. هي عندها ولد واحد وكان توفى الزوج ديالها وخلاها حامله بهذا الولد وملي كبر للاسف يعني عنده اعاقه ذهنيه. هاد السيده هادي ربما كانت دارت في الفيسبوك ديالها شي نداء وجات عندها شي مجموعه فيسبوكيه نسويه هنا في تطوان وجابوا لها الطحين بزاف والسكر وكذا. هي بديك حسن النيه ديالها قالت لهم انا عندي الولد خصو ليكوش هاد الزيت وهاد الطحين وهاد الشيء زعما بالافضل عطيوها شي اسر اللي عندهم الولاد بزاف اما انا بصراحه زعما الناس اعتبروا هي هضرت حسن النيه واللي في قلبها قالته. الناس هاد الفئه هادي اعتبروها بحال اللي كتشرط وخذوا منها موقف. هي كتقول لك لا انا ماشي كنتشرط انا الطحين ما كنعجنش انا كنمشي نشري غير خبزه بدرهم وكافياني انا ولدي ولا نشري جوج ديال الخبزات بجوج درهم وكافياني ولكن غتجيب لي شكاره ديال الطحين ما زعما بحسن النيه ديالها قالت انا ما صالحاليش زعما ملي قالت انا هاد الناس داروا عليها حمله وموقف بانها كتشرط شوفوا المغاربه حنا ديرنا شنو كذا. اذا
هذا للتوضيح، بعض المرات كيوقعوا بعض الامور صعيب وصعيب بزاف. اذا المتسابقين كما قلت هنا غادي نرجع لهاد الجمعيه اللي كانت تعتقل الرئيس ديالها وجوج ديال الاشخاص اخرين، اكدت لي بعض المصادر انه كان كيجمع الاطفال اليتامى وتاخذ صور، عنده اطفال يتامى اللي تابعين الجمعيه ديالو، ولكن كان كيجمع حتى الاطفال ديال الاحياء المجاوره ليه وكيديهم يلعبوا الكره وتيعمل لهم صوره جماعيه. فرضا اذا عنده 30 يتيم اللي معاه في الجمعيه من خارط، كيجمع واحد 30 اخرى اللي من الاطفال ديال الحي اللي عندهم الاباء والامهات ديالهم، هو خصو غير في الصوره يبين انه 70 ولا 80 وكيصيفطها من بعض الجهات اللي كتدعم، لان كيقول لهم عندي 80 دابا ماشي 30، اذا كيصيفطوا له الدعم ديال 80. وهنا كبرت الامور حتى تفضحات وكانت فيها اعتقالات، ومازال الملف يصول ويجول في المحاكم. اذا متسبعين طبعا اخترنا لكم هذا الموضوع كما قلت اليوم ديال هذه الظاهره ديال تصوير جمعيات. يعني شنو رايكم في الجمعيات اللي كتوزع الملابس على الفقراء وكيصوروا اطفال صغار؟ الطفل الصغير يمنع منعا باتا في القانون انك تاخذ له ليماج ديالو، هذا ممنوع منعا باتا. بعض المرات كنشوف شي صور زعما كنتاسف، لماذا؟ لان هنا كما تنقولوا حقوق الطفل متسبعين، كنقولوا حقوق ديال الطفل، هادشي راه فريمون تاسف، هادشي تيالم. ملي كنهضروا على حقوق الطفل راه الحقوق ديال الطفل مكفول في العالم. هنا متسبعين كما قلت هاد الظاهره اللي رجعت بزاف، هو رجع بزاف، هو الحقيقه الخير رجع، ولكن واش الخير الخير من اجل الخير ام الخير المصياده؟ كاين الناس اللي دابا ضربه الفلوس مورا هاد العمليه ديال الخير، كيجمعوا الفلوس والدعم والحوايج والملابس والشيكات، والناس طبعا ان الاعمال بالنيات، ناس كدير الخير كتثق في هاد اكس ولا في هاد ايكغيك، هي مذكره مؤنث، وكاين ناس دارت الفلوس مورا هادشي ما كتقيش الله، ناس ما عندهاش ضمير، هما الواحد هي تعيش هي والطوفان اللي بغى الما والشطابه. ولكن هادشي راه خطير، هو ربي راه تيخلص في الدنيا قبل الاخره. ممكن اخر يوقعوا مشاكل في حياته الشخصيه المهنيه الزوجيه العائليه بلا ما يفطر. علاش؟ لان انت يا اما المال اليتامى، يا اما المال الفقراء، يا اما يا اما يا اما. مؤخرا كنت كنهضر مع واحد الشخص دعم واحد الناس بشي اغطيه ممتازه. هاد الشخص هذا الحمد لله رجل طيب، رجل ابن المدينه معروف بالعمل الخيري ديالو. قال لي استاذ واحد السيده كنشوفها كتحرك في العمل الخيري، صراحه عطاها تقريبا ما بين 15 حتى 35 اعتقد، بقيت عاقل واش 15 ولا 20 ولا 25 ولا 30، من الاغطيه الممتازه اللي تقريبا كل وحده كدير واحد 400 درهم. وعلى ما وصل له يعني انه مشاو هاد الناس يوزعوا داكشي ما وصلش. قال لي انا مهم، انا تفاجات لان انا عطيت هاد الاغطيه باش تعطينا هاد الناس اللي البرد القارس، وانتم شفتوا المناطق المجاوره ديال تطوان كيفاش كتعيش انخفاض درجه الحراره، ولكن ما وصلوش. قال لي اكدت لي مصادر انه ديك الخرجه اللي في ذاك الوقت اللي عطيت ديك 20 او لا 15 ولا 25 بقيتش عاقل فخانتني الذاكره، ولكن حنا نديروا 10 ديال المنطات كاع ماشي حتى 20 ولا 15 ولا 25 ديال منطه ممتازه، اذا درنا لها 400 درهم راه 10 4000 درهم، يعني مبلغ محترم. اذا كانوا 10، اذا كانوا اكثر راه يكونوا اكثر، وما وصلوش. اذا طبعا واش الناس ما عندهاش ضمير؟ يعني هذا سؤال، واش الناس ما عندهاش ضمير؟ يمكن يعني تضرب فلوس ديال الفقراء وفلوس ديال اليتامى والايتام من اجل البريستيج ونبدل السياره ونسافر وندير ونشري ونعمل وناكل بخير وكذا، وهذاك مسكين علاش؟ علما انك انت داخل عبر القمقومه، انت داخل عبر القمقومه ما عندك والو، عبر السحاسح والشفاوي والعلاقات والتليفونات كتجمع هاد المعدات وكتفرق 15 20% وتضرب 80%. للاسف طبعا، وانا بدوري هنا كنطلب من مجلس اعلى الحسابات يدقق مع بعض الجمعيات وبعض المجموعات اللي كدير هذه العمليه لان خاصها تكون مراقبه، وهذا نداء موجه كذلك للسلطات المحليه عيون التي لا تنام، ان تفتح تحقيق لنا كفانا رمي الرماد في اعين المواطن. الخير راه واضح، انا كنعرف الناس كدير الخير. هنا كنستحضر واحد الشخص كنعرفه معرفه شخصيه، يعني معرفه دقيقه، كانت واحد المسجد كتبنى، مسجد كتبنا والمحسنين في سبيل الله، هذه ما تبعش وزاره الاوقاف ولا شي حاجه، لا هذه مسجد في واحد الحي شعبي.
وداروا اعلان واحد ثلاثه ديال الناس من ديك الحي هما اللي تكلفوا بهذه المبالغ الماليه. كاين اللي كيمشي يخلص كاميون ديال الاسمنت، كاين اللي كيخلص كاميون ديال الرمله، كاين اللي كيخلص كاميون ديال الياجور، كاين اللي كيخلص المعلم، كاين اللي كيخلص الصباغ، المهم كاين اللي عطاه 200 درهم، كاين اللي عطاه 500 درهم، كاين اللي عطاه 2000 درهم، كاين اللي عطاه 10 درهم، على العموم كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. انما الاعمال بالنيات، وهذيك الجامع بيت الله كيتبنى. هذاك الشخص كنت معاه شد واحد البركه، مشى للكيشي، كيشي البنكه وتيرى واحد البركه، واحد المبلغ محترم داروا فواحد لونفلوب، مشى وانا كنت معاه. مشى عندك السيد اللي كيجمع ديك الفلوس، جا هو قال له انت اللي كتجمع هاد الفلوس لهاد الجامع؟ قال لي يا سيدي. قال له مبان عندي واحد البركه، انا بغيت ندير صدقه جاريه بسم الله باش نعطيك التوصيل. قال له لا. قال له انا صبري هو مشدود. هذاك السيد عندهم واحد بلاستيكه فحال الشكاره، المهم فيها ديك فيها الفلوس، كاين اللي في الصبري في الانفلوب، كاين اللي هكا باين، المهم جو قالوش نعطيك زعما التوصيل. قال له لا لا. قال له انا التوصيل ديالي هو هذا الانفلوب، خصني يطيح في هذه الشكاره هنا وعادي يمشي صدقه جاريه في هذا المسجد. هذيك الثقه وهذوك الناس الثقه على العموم. الحمد لله ذاك المسجد تبنى وتفينا رافع المستوى مزيان. كاين ناس اللي كتضرب لك في المسجد وكتضرب لك في الايتام في اي حاجه، هادشي راه خطير وخطير بزاف، هادشي راه خطير وخطير بزاف. غير السؤال اللي تنطرح، واش هاد الناس ما كيخافوش؟ واش ما عندهمش ضمير؟ واش ما همهم هما يعيشوا وينهبوا ويسرقوا في هاد الارض؟ والسبيقه نشوف تاريخ اختنا لكم هذا الموضوع، لانه تنطبق على 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 ربع المملكه وماشي على تطوان. هذا الموضوع تنطبق على ربع المملكه وماشي على تطوان. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتكف كالعاده، امل نلقاكم بخير في مباشر اخر. صبيحه يوم الاثنين غدا الاحد عندي عطله. شكرا لكم وتصبحوا على خير ونهاركم مبارك. الى اللقاء.